جيسبيغ راكم بيان. اليوم راح نوريكم كيفاش نوجدو معجون تاع لي فخاز، كونفيتور دو فخاز. هنايا درنا كيلو ورطل فريزا، زدنا له كيلو تاع سكر. بوغ شاك كيلو دو فخاز عندنا 700 غرام سكر. راح نخلوهم هكذا، نخلطوهم مليح ونخلوهم يباتوا ليله كامله، وغدوه ان شاء الله نتبعوا لا سويت. مور ما خلطنا مليح هاد لي فخاز راح نخلوهم، نغطيوهم كيما قلت لكم، نخلوهم ليله كامله وهما برا باش يطلق الماء ديالو كامل، ومن بعد نطيبوها بها ما نزيدوش الماء. هام نيك لي فخاز تاعنا مور ما باتوا ليله كامله في السكر، راح نطيبوهم بهم بالماء اللي تلقى، ما نزيدوش الماء عليه. اون فوا يبدا يغلي هاد الرغوه اللي بالفوق كامل لازم تتنحى، ما تخلوهاش سينو من بعد لي فخاز يقراسولكم. اشاك فوا ديروا الرغوه نحيو، تندار الرغوه بلوتو نحيوها.